فرحانة وهي على قامة حظك لك بنتي. يلا يوفقك سكتي، هلا بسمعك. بعدين بدر الدجا فعلا. سمعني صوت خطواته على الدرج. غزال على وا يسمعني ويكون مزوي ويتركك، من وقت شفنا وشه دقر حالنا دقر. امي بكفي مشان الله قرب يوصل. فردي وشك امي كرمالي كرمالي امي. بعدين يعني فرحان بيحبني كثير ورايدني، بس هو حالته ضيقه شوي. يا سعدك رايدك، وين الذهب وين اللبس؟ مو ضروري امي، لفيها بعدين، ضروري هالموال كل مره قرب يوصل، بعدين هيك كويس السال. انت بتقلي لي موال والطول عم بيقلي موال. كيف فتحت الباب وانا ما رنيت الجرام؟ حدسي. شو دخل حدسيك؟ لك ليش مطخية؟ أهلا وسهلا، شرفت. سكر الأباجورة لفوت البرغاش. كيفك من عمي؟ الحمد لله منشكر الله. ليش معذب حالك؟ لا عذاب ولا شيء، اشتهيت لكم أنا شوية فواكه. شلونك سمارة اشتقتلي؟ ما حلاك، من يومين كنت عنا ولا مو حافظ من العشق الا امي. لك شبكي لك بنتي، بتضلي كاتمه على انفاسي؟ فرحان مثل ابني ولا كيف؟ مزبوط مرت عمي مزبوط، انت بمقام مرت ابي. فرحان طمني، لقيت بيت سمار؟ انت بتعرفي انه انا عم بقول مثل تكه الجبنه. شو هالتفاحه؟ شبون مرت عمي؟ شبون؟ والله من الشعلان. قديش جايبه؟ شو بعت مساء؟ أظرف شيء لقيته بالسوق. إيه ده بلاني غاشيناك فيهم. ما بعرف يا مرت عمي، إذا البياع دحوش كم وحدة فيهم مو زراف. سمار صغير عم يدحوشوا وعم يبيعوا أول بأول وما عم يخلوا حدا ينقي. بس أنا نقيت مرت عمي. نقيت؟ هذا اللي بيشتري على التسعيرة. أمي لك فرحان مو غريب مثل ابني ولا كيف؟ مزبوط مرت عمي مزبوط. فرحان قل لي هلا شو صار بالبيت لقيت؟ لك ماني عم أقول لك. رحت شو هالعني؟ شو هالعني؟ شو بقول عليك مرت عميه؟ لا ما في شيء. يسلموا ايديك. يلا ساويهم خل لانه خرج الفتوش. سمار انا بحب الفتوش كثير، سجلي عندي، انا بحب الفتوش وقلت له تسجلي الصبح. ايه تحبك العافيه. الله يرحمه ابوكي، ما كان يجيب لي الا احسن الفواكه، ولما خطبني كان يجيب لي اياهم بالسحاحير وفرقهم انا على الجيران. ايه هو كان يجيب التفاحات من ارضه من الزبداني. بعدين زمانه كان زمان خير مرت عمي. زمان خير؟ ايه وقلت لي. يلا رح ساوي لك فنجان قهوة معتبر. يي ولا ضمني انت ما بتشرب قهوة. رح ساوي لك متي. جايب الشلمون معاه؟ ايه لكن مرت عمي. هذا القلم نسيت عندكم. دور فرحان دور. ابقى جيب علبة متي لأنه خلصت، نحن لا منحبها ولا منشربها. تعا تقبرني، تعا لغسل لك تفاح وطعميك. يلا. بس طيبي مرت عمي جربيها. فرحان مشان الله عوض لنا، عوض واحكي لي شو صار معك في البيت. أوو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 و
موجوده. ماما بدون اياكي. جيت اعطيني لشوف ماما. الو خبرني شو صار معك مشان البيت. شو عامل لامك انا؟ شو عمل امك انا بضل ترمي لي حكي؟ طول بالك فرحان كرمالي، عن جد هي قلبها طيبه كثير وبتحبك كثير، يعني كثير بتحبك فوق ما تتخيل، وهي بدها تطمن علي. انت طمنها شو صار معها؟ قل لي هلا مشان الله شو صار معك مشان البين؟ شفتوا بدهم 3000 ليره بس بعيد شوي. 3000 ليره سياحي. شو هذا السياحي؟ ما في شيء امي، بس فرحان لقيت، بس بعقد سياحي. شو يعني سياحي فرحان؟ بعدين بتقلي خير مين على التليفون امي؟ بنت ابو احمد الشامي عم تولد ولازم روح بين الطلقه والطلقه تلت ساعه. محمد تعا تعا تقبرني قوام تنزل توقف لي عرصي. هلا جايين جماعه بسياره حمراء بس تشوفون طلع نادي لي تقبرني. اخ مضبوط كلامي طالع زكي ما كنت افهم. روح لا تطول قوام. هي هي امي خلت المي. قومي ساوي لخطيبك المتي لازم البس انا قوام. يعني امك ما رح تبطل هالشغله؟ ليش شبه شغلتها؟ امي طول عمرها بتشتغل هيك. بعدين انت شو اللي مضايقك بالموضوع؟ ام ما شغلي هالشغله داي. ليش شبه شغلتي بعدين؟ سمعتنا وشي سمعت؟ ما قصدي مرت عمي بس حقك ترتاحي. لا الي سواب بعدين شغله واجتني بقول لها لا مو احسن من الانزل على الفاضي. بعدين انت فكرك هيك صرت وتصورت. في نسوان بالبلد ما بتولد الا على ايدي. بعدين انا وشي خير بجيب صبيان. اي لك امي شاطره كثير وزباينها كثار فوق ما تتصور. بعدين امي صار لها اكثر من 20 سنه بهالمهنه. ليش انا شو عم بقول؟ 20 سنه حاجتها عاد لازم ترتاح. لك ابني منين طلعت لي انت؟ هلا بدك تخليني اترك باب رزقي؟ يا مرت عمي بيقولوا الداي ام احمد بعدين عدم مؤاخذه صار في المستشفيات ودكاتره كثار. حاجتك عاد ما بيغنوا عن ولاده البيت. في نسوان ما بتحب تلد الا بالبيت، هيك عاداتنا نحن. امي امي جت سياره. هي شعلوا لي ضو الصالون اوان. اختك سمر وخطيبه لا تتركن لحالهم. اخوك احمد على كل حال ما رح يتاخر. بذبحك بنيشنك اذا بتتركهم لحالهم. فهمت؟ تقبرني مثل ما وصيتك مشان خاطري. خاطرك يعني. فرحان احكي لي على البيت كم اوضه؟ اوضتين بس ما بيشوفوا شمس وبدنا 4 باصات لنوصل لقلب البلد. وشو يعني سياحي؟ سياحي يعني 6 شهور بس؟ بس شو الحل؟ ما بعرف عندي حل بس يمكن ما توافقي. لا بوافق بوافق. قول شو هو؟ يعني امك لو بتعيشنا عندها كام شهر كنا بنسكن عندها وبنتجوز وبعدين بندور على بيت على مهنا. امي امي انت ما بتعرفها منوب ما ممكن توافق. امي صعبه صعبه كثير يا فرحان. مزبوط امك صعبه كثير. هلا اتركينا من موضوع البيت. قولي لي سمر انا مشتاق لك ما صدقت انه بقينا لوحدنا. محمد محمد وينو محمد؟ يمكن راح مع امي. عدي المهم بقينا لوحدنا. عدي سمر انا خايفه كثير انت ما بتعرفوا هذا شيطان شيطان. عدي سمر بدي احكي معك كلمتين. اصلا ما بشوفك الا ومعك حارس. يا امك قعدت لي مثل جلاد يا اخواتي. سمر شو بكي؟ عدي فرحان الله يوفقك لا تمسكني من ايدي. امي اذا دريت انك مسكت لي ايدي. سمر انا بحبك. ما بتعرفي قديش انا بحبك. يعني قديش؟ شو كنت عم تعمل هون؟ كنت عم بلعب. انت سمعت عم اقول لك بحبك. ولا تعال هون تفضل تعال هون. اذا بتضربين والله لو لامك شو عم تحكوا مع بعض؟ شو عم تقولوا عنا؟ حباب محمد حباب ما بضربك منه ما بدي ايدي عليك بس لا تحكي لا شيء. محمد انت رجال وبتفهم. لا انا حيوان وما بفهم بس سمعت كل شيء. امي الجلاد وانت بتحبها. محمد حباب انت حموده مو انا وياك اخوات رفقات من زمان. مو انا اختك سموره حبيبتك. مو انا بعطيك خرجتك كل شهر. اذا بتضربيني ما بتعرف شو بصير. ما بضربك بنوب بنوب بنوب. قلي شو بدك بساوي؟ قول بدك تقلي خرجي 50 ليره. 50 ليره بزود لك اياها 50 درابي بس ما بتحكي لامك شيء. وهلا بدي 50 ليره هلا بعطيك.
ما شفت شيء ما سمعت شيء ولا بتحكي لأمك شيء. روح أعطيني إياها هلا. بعطيك إياها بس ما بتحكي شيء. إذا أعطيتني ما بحكي. سلمني أنا مطاوع ظريف. حلي تعطيني 50 ليرة. 50؟ إيه دين برجع لك إياها بعدين. هات بدي منك 50 ليرة. 50 ليرة يا مفتري. أنا مش سلطان غالي. غالي كثير. خذ هي 200 ليرة. انزل اشتري اللي بدك يا حبيبي. ما لي اذا بدك تبعتولي مشان تقلها. ولا شو بدي اعمل؟ شو بدي اذا بتضربيني بحكي لها. لا لا ما تحكي لها حباب. كان عادي. انت كمان اقعد. لا هون. اقعد على الكرباية الثانية. سمع تعي. ولا الا ضلك واقف. لا اله الا الله. حموده محمد حبيبي مو هلا انت اخذت 100 ليره؟ مو اخذت 100 ليره؟ يعني خلينا نحكي مع بعض كلمتين. امك نبهتني انا ما اخليكم تقعدوا مع بعض بعدين بتنيشني. ايه طولان وين رايك؟ بدي اروح على الحمام عندك مانع؟ ايه روح مالي بس لا تتاخر. عادي انت يا نفسك. مرحبا عمو. اهلين. مهم بيت محمد داري؟ ايه بلا خير في شيء؟ ممكن تنادي لي اياها؟ اهلين خالد هي طلعت عندها ولاده بس تفضل ليش واقف على الباب تفضل. اهلين. انا كنت موعدها قبل شوي اتصلت لاخذها لعند بيت ابو خالد الشامي. ايه مزبوط هي راحت لعندكم. بس كيف راحت؟ ما بتعرف البيت؟ احنا انتقلنا من بيتنا القديم وانا وعدتها تحت بالشارع. ايه مزبوط بالشارع وبسياره حمراء مو هيك شفتها يا محمد؟ ايه انا قلت لها سياره حمراء. كيف انا هلا وصلت من دقيقتين؟ فرحان؟ تعال اسمع القصة. سمعت تمام؟ سمعت كل القصة. تعال ساعدني حلها. هلا بقول لك اياها كلها. سيدة سمار فرحان جاي. النظافة من الإيمان. إي أخي وليش تأخرت؟ ما تأخرت أنا جيت على الوقت. ها؟ ما تأخرت جيت على الوقت. يمكن سبقتكم. ما بتعرف البيت. يمكن إجا حدا وأخذها. اخي ما اجى حدا غيري من عنا واخذها. لكن مع مين تعيد بالسياره؟ شو بعرفني؟ هلا شو العمل؟ شو بيعرفني؟ اخي فوت لنحكي جوا وبالمره بنضرب كاسه متي. هلا وقت الحكي والمتي؟ المرأة عم تطلع ولازم لاقي حل. خاطركم. هالمتي قال. هلا قالوا لي امي وين راحت؟ مع مين طلعت؟ بعدين بأي سياره طلعت؟ شو شكلها؟ اتركي لي. ولا؟ شلونك بتساوي؟ انت ما دخلت فيني. لا في مرة خلي فيه. شو شكل السيارة ولا؟ حمراء. حمراء. حمراء؟ ومين تعرف راكب فيها؟ الشوفير. يعني مين؟ مين؟ الشوفير. شو شكله؟ قول طبيب قصير حريق. فرحان انا بهالحي ما فيها الثانية تتعامل. اتركوا هذا اخي. تعال حبيبي. تعال غوصة للصبي. اتركوا. اتركوا. بس حبيبي بس. قلي قلي يا عيني. الشوفير تبع السيارة اللي طلعت فيها امك قال لك شيء؟ لا كان ما في دار بنا يا عمي زمر. امتى طلعت لنا ماما؟ شو بدنا نعمل هلا؟ هات 100 ليره ولا سمار قولي له يعطيني 100 ليره هلا وقت 100 ليره انت الثاني. ما تخافي سمار كون خربطت بالسياره امي. شو ما خاف امي خطفت. قالوا ام احمد بلا ليش انخطفت هي امي بتخطف بلد. لا تحكي هيك عن امي فرحان. سمار بلا قلي تعال روحي سخني شويه مي للمتي هاي بردي ولا قول لي حطي كم تفاحه وشويه عنب من جبتهم انا. ولك قلت تاكل. شو علاقي؟ يعني لازم صوم؟ لا ما لازم تصوم، بس لازم تتحرك وتقوم تنزل وتدور على امي، بس شاطر تقلق على ابوك وقت ضاع. وين بتنزل؟ هلا بترجع. ولا قول لي. تعيني بعد محمد يدور عليها. شو رايك محمد؟ ما بنزل، امي بتناشني. رجعي ال 100 ليرة ولا؟ معقول تكون عصابة خطفت امي؟ عشان تطلب فيها مصاري فدية؟ كبري عالك سمار، شو هالحكي هذا؟ أنا بزمناتي قارية قصة بوليسية عن واحد خطفوه وطلبوا فيه فدية $1,000,000. فرحان؟ بدنا نجيب له فدية $1,000,000؟ سمار، شو عم تقولي؟ شو عم أقول؟ لحظة لأتذكر لك اسمها العصابة. كان اسمها بالقصة اللهم صل على النبي. إيه المافيا. شو؟ هي المافيا المافيا، هي عصابة خطيرة، بعدين لها تفرعات بكل الدول. فرحان؟ لا تبلغ الشرطة لأنه احتمال إذا بلغنا الشرطة يقتلوها لأمي وبتضيع بشربة مي. بعدين
في احتمال كبير انه يتصلوا فينا بالتليفون هلا. وليه؟ ومو بعيدة ابدا انه يكون واحد منهم ناطر تحت تحت الشباك. محمد ناظورك اول نطح الشباك، راقب اذا في حدا منهم واقف تحت اول. هلا بتشوف اكيد في واحد منهم ناطرنا تحت عم يراقبنا. سمار جنيتي شو ناقصنا؟ ليكو ليكو سمار فرحان عم طلع شباكنا. اكيد محاصرين البيت اكيد. ايه شو امي بغرغرت تعتشي؟ شو صوتك فرحان؟ اكيد حاطين اجهزه تنصت بكل البيت. فرحان قوم دور معي الله يخليك. قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، هي من كثر قرايه القصص البوليسي صاروا يجوا حالك. ها سمار سمار انا ما قلت عن ابي لما ضاع انه خطا. نسيت حالك شو حكيت قدام الباب؟ بعدين لسه اخي احمد ما اجى. حلو يكونوا خطفوا هو كمان. ايه شو كنتوا قاركين دي؟ انت مالك في الوضع ولا لك حاسس بشي؟ دور معي. محمد استنى واقف. ايه شو واحد تاني من العصابه؟ وهي جننتي اخوكي كمان. الو؟ 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 اكيد هدول العصابه. سمار اكيد بدهم يبعثوا رساله من تحت الباب بمطالبهم. سمار حرجي عاد توك كنت عالي. شو صار لعالي؟ سمار يا امي افوا على شباكنا. لا لا حبيبي تعال تعال ما تخاف انا اختك الحنين هون ولا يهمك انا قد وقت ودعوت انا فايته لجوا لغرفتي يجيب القصه مشان نعرف شو بدنا نساوي بهالورطه. هات لي مثلي اعطيتك اياها هولا. ما في مثلي. بلا ما في مثلي اعطيتك اياها. قول لامي ها. اي اي وين حطيته؟ بابا وينه؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ بعيد عنه بعيد عنه يا وجهك حرام عليك. تعا حبيبي تعا روح غسل وشك وفوت على الغرفة من الرعبة قوام. شو عم تعمل؟ بدي المثال قلبي يعجبني. ما انا بحكي لي راعود لوقتك. اسمع هي العصابة ممكن تعطينا مهلة 24 ساعة وبعدين بجوز تمددها ل 24 ساعة ثانية وإذا خلال هالمدة نحن ما دفعنا الفدية وأنقذنا أمي يمكن يتلوى. فرحان قديش معك مصاري؟ ليه؟ جاوبني مثل ما عم بسألك قديش معك مصاري؟ كان معي 200 ليرة، اشتريت التفاحات ب 50 والعنبات ب 35 85 وعطيت 100 لمحمد، محمد هات ال 100 ليرة 185 ليرة زاد معي 15 ليرة. المهم قديش فيك تدبرنا من مليون دولار؟ مليون دولار؟ إيه كان هيك بدهم الفدية اقرا تعا هون مكتوب الصفر الثالث هون. طيب يا سمر ما بدهم يطلبوها لحتى ندفعها؟ ايه ونحن ما بدنا نهيئ لهم المبلغ من هلا؟ ايه بس ليطلبوها ما نهيئ لهم المبلغ. اجتني فكرة، فكرة بمنتهى الذكاء. نحن بنضحك على العصابة ومسلمهم للشرطة، بتقوم الشرطة بتنبسط منا وبتعطينا مكافأة. أزرق شو بنعمل بالمكافأة؟ بنشتري فيها بيت وبنتجوز فرحان وأحسن. يا عيني عليك يا زبون. ممتاز، بس لازم نعمل شغلة مهمة هلا كثير. لازم نتحرى ونشوف البصمات ونعرف مين له مصلحة بقتل أمي. سمار سمار أبو محمود السمان. مظبوط، مظبوط أبو محمود السمان. ممكن يكون هو اللي خطف أمي وهو اللي بده يقتلها. هو من ألد أعدائها. مظبوط. كل سنة بتنشف له دمه. لكن حب الأصبع واحد فرحان. أنا وين؟ اللي بتاكل فيها. ومين كمان له مصلحة بخطف أمي؟ أنا ما بدك تشكي فيني؟ سمار لا تكزي أسناني. سمار أنت مشتبه فيك. أنت ما بتحبها لأمي، ما بتحبها منو؟ مظبوط بس لا تكزي أسناني. إيه صحيح صحيح حكى لي وأنا عندنا شلال. مظبوط. هات ال 100 ليرة. عيني بهز ترايقة. بعيد عنه نحن كشفناك انك انت من العصابة لانه ما رضي يعطيك ال 100 ليرة بدك تقتله. انا بدي اقتله. عاد 100 100 لا تحرك عود. محمد سمار لا تنكشي
سمار لا تنكشي وتكزي. سمار عم تنكشي وتكزي. سمار مصيبة مصيبة. سمار سمار شو بدك تعملي؟ شو بدك تعملي؟ اقعد هون. حاجة جدان عادي. بدي اربطك. صحيح انت وعيني مهسترة. الله يرحمك يا ابو احمد على الخلفي. هلا محمد امشي معي لشوف قدامي. احمل هيك الباقي معي. قوام روح معي. قوام حتى هون. هلا اذا اجت العصابه ما بتقدر تفوت. عود محمد انت هون. انت وزنك تقيل. ممتاز انك بتاكل كثير. هلا بقى قلي مين شركاتك بالعصابة؟ سمار؟ أول قلت أبو محمود السمان؟ غيره، غير أبو محمود السمان. مين؟ ما بعرف سمار، ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف حدا. أنا بريء. وأنا ما بعرف، اللي بعرفهم لك هلا هلا بدك ترجعلي أمي. فكيني لرجعه؟ أنت رهيني عنا لحديك ما ترجع أمي لهون. سمار، سمار، أنا لهلا عم جاريك، لهلا عم جاريك. فلتيني بعدين بأذيها. سمار بدي أقوم، بدي أقوم. ما في. سمار، تعالي نزل لأمه. احسن ما يلم علينا الجيران. مظبوط، برافو عليك. نزلي احسن حل. مظبوط، نزلنا تمو وما عاد نسمع صوته ابدا. سمر شك. سمر سمر ولا كلمه. لا تعملي. سمر 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 سمر. انت اعترفت انك من العصابه ولا حرف ولا كلمه. يا امي يا امي لا جيران علينا يجوا ينقذونا بسرعه. نبوت صوتك اللي بسمعونا بيعرفونا انه هون. مظبوط. يا محمد يا اولاد شو ما في حدا افتحوا. لك هذا صوت امي. بلا رجعت العصابه. لحظه مين؟ سمر افتحي شبكم ما عم تفتحوا. شوفي انت مين؟ لك شو انا مين؟ افتحوا. لك اسالي عن كلمه السر. مظبوط. طب اذا كنتي امي مظبوط اعطيني علامه. تعلم العصي بجنابك. هي امي امي عن جد. محمد قوم قوم هات الكرمال. قوم رجع على محلك على مهلك. قوم 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 قوم. لك شو صار لك ساعه لا تفتحي؟ انتوا اثنين موجودين وساعه انا واقف على الباب. شو ها؟ ليش هيك منكوت البيت؟ لك شو جاب الكنبة إلى هون؟ شو عاملين لي بالبيت؟ يو شو مساوين لهم لأولادي؟ سويت لهم شيء؟ يا عيب الشوم عليك، لك هيك اللي بيستأمنك على بيته؟ محمد تعال شوف قلي شو صاير؟ كيف بدي ياكل كل عصابة؟ دفعتي لهم مصاري؟ لك أنا مصاري وأنا عصابة؟ فهمني شو صاير؟ فهموني؟ يعني امي امي ما كانت خطفتك عصابه؟ لك وين كنتي؟ وانت مقصوف الرقبه، شلون بتخليني اركب بسياره بدون ما تسال هي السياره لمين؟ سكشن تحت هون. دافي فصل وفصل لك سمر، فصل وفصل يا لطيف. رجال عم يستنى بسياره حمراء ام احمد الخياطه بده ياخذها مع روب العرس. قال لي ام احمد؟ قلت له ايه. ما شفت لك حالي الا ببيت العروس. يا جماعه وين المطلقه؟ يو مو هون بيت الشامي؟ مو طلعت لك راكبه بالغلط؟ الحمد لله. وين وين للاقي حدا يرد علي؟ لا تغلبي. لك يا جماعه لك يا جماعه في مطلقه بين ايدي بين الطلقه والطلقه اربع ساعه. شو ذنبي انا؟ شو ذنبي انا اجي على العرس؟ وين السياره اللي جابتني حتى ترجعني؟ لا تغلبي ابدا. بالف بالف يا لطيف حتى وصلت لهون بطلوع الروح. هذا ليش مكتفينه؟ هو اعترف انه من العصابه اللي خطفتك. بيرجع بيقول لي عصابه؟ سمر هيك قالت لي.
مظبوط. انا قلت له فكرت انه العصابه خطفتك. ليش؟ لانه الرجال خالد الشامي اجى لهون وسال عليكي، وعرفنا منه انك انت ما طلعتي معه بسيارته الحمراء. قام شو قلت بعقلي انا؟ انه بصير معك صار معك شيء من اللي بقراه بالقصص تبعي، وانه شيء عصابه خطفتك وطالبه فيكي فدية. يقصف عمركم دائما شاغلين بالي، فكرت عاملكم شيء. التجت والله جابك. بتعرف لو كنت عامل لهم شيء ما بتعرف كنت شو بتساوي فيك. كانت ام احمد الخياطه بدها تاخذ لهم اياه وصارت لك هالخربطه. رحت ولسه ام احمد ما وصلت، بس قالوا لي شيء كثير صغير. بتعرفي قديش مكلف؟ 70,000 ليرة فستان العرس لحاله. اعطيها لبس بدن ب 300,000 وجايب لها ذهب ب 500,000. الله يهنيهم. لك سمر لو شفتي العروس الدنيا حظوظ لك بنتي، سودا زرقاء وقصيره وبالتقفي. وابوها عنده محل بصاق الجن، قايم لها لحالها كيلو ذهب بده يعطيها اياها يوم عرسها. قالوا لي انه الجماعه عم يخطبوا لابنهم الوسطاني وماله دارس، بس ابوه عامل له ورشه خياطه وشاري له بيت يعني جاهز من مجاميعه، والجماعه حبوني كثير وعزمتهم يزورونا. الو؟ ايه مظبوط، هون بيت ام احمد بلاليش. ايه ثواني امي. ايه تعي احكي تليفون الك. هاتي لشو؟ سامحتني فقط. الو؟ نعم. يو معقول 5 دقايق بين الطلقه والطلقه؟ يلا جايه. ايه مع السلامه. خذيني معك بنت عمي، خذيني معك. ام احمد طلعت حاجه غص.